ولتسليط الضوء أكثر على ملف جلسة مجلس النواب اليوم، ينضم إلينا مراسلان في بغداد علي أسد وأحمد مؤيد. أهلا بكما. يعني علي، تأخر عقد جلسة مجلس النواب ساعة كاملة، ما الذي يجري بقربك؟ نعم، يعني أن لا تعقد الجلسة في الموعد المحدد، هذا الأمر بات أمر طبيعي حقيقة خلال الجلسات الماضية. من المفترض كان أن تعقد الجلسة عند الساعة 1 مساء، لكن حتى هذه اللحظة نتحدث عن مرور ساعة ولم يقرع الجرس حتى هذه اللحظة، ولم نشاهد أيضا رئاسة البرلمان تتواجد في داخل المجلس، على اعتبار أن الموقع الذي نتواجد به بالقرب من موقع رئاسة البرلمان الحالية. حتى هذه اللحظة هنالك اجتماعات على مستوى الكتل السياسية بحسب ما يصلنا من أخبار خارج مجلس النواب، وأيضا في الداخل شاهدت مجموعة من السادة النواب بدأوا يتوافدون إلى داخل المجلس قبل نصف ساعة تقريبا من الآن، وهم يتواجدون الآن سواء في داخل الكتل السياسية أو حتى في داخل اللجان النيابية. ربما هي اجتماعات اللحظات الأخيرة التي بعد هذا الاجتماع سوف يتم تحديد من هو الرئيس القادم لمجلس النواب. لا تزال الصورة ضبابية هنا في داخل المجلس، إلى أين تتجه البوصلة، سواء كان إلى السيد سالم العيساوي أو للسيد المشهداني، الصورة غير واضحة تماما. لكن هنالك رغبة حقيقية من قبل السادة النواب بإنهاء ملف الرئاسة هذا اليوم وتسمية رئيس جديد البرلمان، وعدم تكرار ما حدث خلال الجلسات الماضية التي فشلت بتسمية الرئيس، على اعتبار أن هنالك الكثير من الاستحقاقات المقبلة من المفترض أن يجد البرلمان حلا لها. شاهدنا خلال هذا الأسبوع هنالك جلستين للبرلمان لم تنطلق أبدا، على اعتبار أن هنالك مشاريع خلافية تواجدت في داخل هذه جداول أعمال هذه الجلسات. نعم. بالتالي لابد من حسم رئاسة البرلمان بشكل أولي، وبعد ذلك الانتقال إلى الملفات المهمة. إذن هنالك بحث كبير من السادة النواب عن التوازن السياسي. ننتظر لربما خلال الساعة المقبلة أن يتم توافد مزيد من السادة النواب، وأن تنتهي الاجتماعات السياسية للكتل السياسية، ويتم تحديد الاسم الخاص برئيس البرلمان. نعم، دعني أنتقل إلى أحمد مؤيد. أحمد، ما هي الآلية المعتمدة لاختيار رئيس البرلمان؟ مساء الخير سرمد. يعني قبل قليل توجهت إلى اللجنة القانونية النيابية، وهي المعنية بشرح وتفصيلات النظام الداخلي لمجلس النواب. النائب رائد المالكي بحديث جانبي أكد بأنه أي جلسة لأي جدول أعمال باستثناء انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج إلى نصاب قانوني النصف زائد واحد، بمعنى أنه جلسة اليوم لاختيار رئيس مجلس نواب جديد تحتاج إلى نصاب قانوني 166 نائب. بذات الرقم يحتاج المرشح بالتصويت 166 نائب يصوت لأحد المرشحين المثبتين لدى هيئة الرئاسة عند الجلسة الأولى، يعني يسمى من خلال هذا التصويت رئيس برلمان جديد. لكن السؤال الأهم والذي أجاب عنه السيد النائب باللجنة القانونية، جلسة اليوم هل هي مكملة للجلسة الماضية؟ كانت الإجابة بأنها جلسة جديدة برقم جديد بتاريخ جديد. الجلسة الماضية رفعت تماما وألغيت كل معطيات الجلسة الماضية. اليوم البرلمان سيشرع بجلسة جديدة بذات المرشحين، جولة أولى ربما تحسم وهنا السؤال أحمد، أحد المرشحين، هل هذه جلسة جديدة تعقد المشهد أم تجعله أكثر سهولة في حسم اختيار المنصب؟ قانونيا وحسب النظام الداخلي الجلسة لا تعقد المشهد تماما. إذا كان أكو نصاب 166 نائب لعقد الجلسة ووجود قناعة 166 نائب لمرشح واحد، بالتالي هنالك مرونة وانسيابية في اختيار رئيس مجلس جديد. لكن هنالك حديث سمعته من أحد النواب بأحد الكتل السياسية، ربما فيه جنبة سياسية ويعني قد تؤثر على مجريات جلسة اليوم، أنه الكتل التي تسعى التي يعني تسببت بعرقلة شغور المنصب لمدة 11 شهر تسعى اليوم على لسان النائب باستغلال الخلاف الذي حصل بين النائب الثاني السيد شخوان عبد الله وأحد النواب في الجلسة الماضية. هنالك حملة لجمع تواقيع تجاوزت 100 توقيع لإقالة السيد شخوان عبد الله، وربما ستعتبر هذه الحملة ورقة ضغط على تأجيل جلسة اليوم، هكذا أكد النائب. بالتالي هذا الموضوع قد يزيد المشهد أكثر تعقيدا، فيما لو أصرت الكتل السياسية المتبنية الضغط على الكتل الباقية بتأجيل هذه الجلسة بقضية السيد شخوان عبد الله. نعم، أود أن أشكركما جزيل الشكر، علي أسد وأحمد مؤيد، مراسلانا من داخل مجلس النواب.